اهو اهو معمول له بند اهو. خرج من بوابات اسكندريه الساعه 12 ونص، وصل القاهره 1:30. ده جاي طاير. المهم انه لما وصل بوابات القاهره الساعه 1:30 خرج منها تاني الساعه 5 الفجر، يعني تقريبا بعد ما فريده بعتت له الرساله باقل من ساعه. طب وايه اللي خلاه يكذب في التحقيقات؟ يا محمود الله قضيه مش صغيره برضه، دي قضيه قتل. وبعدين انت عارف المشاكل اللي بينه وبين فريده، فاكيد خاف يتشك فيه. ماشي. هطلع لك امر افراج عنه الصبح. تمام. صحيح مفيش اخبار عن اللي اسمه سيف ده؟ لا لسه. بس هروح مني فين يعني؟ هجيبه يعني هجيبه. بس يا ستي دي اخر مغامراتي في شوارع المعادي. الله. لا بس هي مشكله على فكره. يعني هتعملي ايه لو هي خرجت من البيت وانت مش موجوده وما عرفتش لا ما انا قايله للسكيورتي يعني قايله له لازم ياخد باله. لا انا اليوم ده كنت هموت. ايوه فاهمه. انت مش فاهمه كنت هموت بجد من الرعب. طب انت عامله ايه؟ ولا حاجه ما بين الولاد وماما عمر محجوز دول واللي عمل كده اللي احنا مش لاقيينه اساسا. هتلاقوه والله يا نور ان شاء الله. انا بس عماله افكر يعني ايه العداوه اللي ممكن تكون بين فريده وحد اللي توصل للقتل؟ هو مش شرط يعني ممكن يكون حرامي ممكن يكون مجنون مش لازم خالص يكون حد تعرفه يعني. انت عارفه ان فريده طول عمرها كانت بتحلم بكابوس انها بتغرق؟ عمرها حكت لك؟ بقول لك ايه بصي شايفه تمثال اورجي على الترابيزه ده؟ هاتي ده؟ بصي انا عمري ما كنت بصدق في الحاجات دي خالص بس من ساعه ما فريده ادتني التمثال ده بعديها بوقت قصير جدا عرفت ان انا حامل. التمثال ده عشانك هيملى لك البيت عيال. انا وحسن خلاص ما بقيناش بنفكر اصلا في الموضوع ده. الحمد لله. طب بكره تشوفي انا حلمت لك حلم حلو قوي. هتخوفيني منك ليه؟ محدش بيسلم من احلام عيلتكم دي. طب قولي يا رب يطلع حلم من احلام عيلتكم. قولي امين. امين. ليلى انا كنت عايزه اشكرك على اللي عملتيه معايا. انا عارفه انك قديمة نور واكيد متضايقه مني زيها. عزالك كنت موجوده. يا فريده احنا التلاته متربيين سوا. وبعدين بصراحه انا من الاول وشايفه ان عمر هو السبب. أنا عمر يا لالا وما ضربنيش على إيدي. كل اللي بيحصل ده ذنب نور. أنا بس نفسي أقعد معاها 5 دقايق من بتوع زمان.